السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي. جيناكم فيديو جديد أو حلقة جديدة. طبعا يا جماعة الخير ابعد يا حجة ابعد، أكلت الأكل كله. طبعا يا جماعة الخير فيديو اليوم عن ركض الدجاج على البيض. طبعا يا جماعة الخير ركض الدجاج على البيض في الحلقة هذه، كيف يا أبو آدم أنت خليت الدجاج تركض على البيض وكيف نقلتها من بيت لبيت. طبعا انا نقلتها ولكن مش معاكم، بعتذر منكم انه انا ما نقلتهاش معاكم، ولكن هلقيت حنتحدث على القصه كلها. طبعا يا جماعه الخير في الفيديو اللي قبل هذا قلت لكم لو حابين انه انتم تقولوا لي اعمل فيديو كيف رقد الثاني وهيك، فلقيت يعني تعليقات حلوه جايين بقول لي يا ريت تشرحوا من الكلام هذا. طيب يا جماعه الخير ليش انا نقلتها، هلقيت حنحكي ليش وكيف بقى يعني كيف رقدت. طبعا اذا انتم متذكرين كانت الأنثى هذه تحتها كتاكيت اللي هو العون والعيناء، وظلت تبيض فترة طويلة بعد 40 يوم لما كبروا، ظلت تبيض وجمعت شوية بيض وركنت أو ركت عليه. تمام؟ فأنا لاحظت عليها بعد ما فرجتكم الفيديو اللي هو الدجاجتين راكدين على البيض، لقيتها بعديها راكدة على البيض ومجهزة حالها، وباجي بعمل هيك إيدي بتصير تقعد تكاكي وتصدر صوت اللي انتو عارفينه لما تيجي اللي هو الدجاجة ترقد. تمام؟ فايش صار معايا، كنت قاعد في الليل هان انا وزوجتي يعني وهيك بنتحدث، فجأة اللي احنا لقيناها بتقوم على البيض وبتجري وراها بيجري مين، عابر اللي هو ذكر البط. فعرفت انه عبير لما قامت على البيض كان الذكر يجيها ومن الكلام هذا. تمام؟ صراحة في تعليقات كتير قالت لي يا ابو ادم انت لازم تجيب بطتين العابر غير اللي هو عبير لانه هيقومها على البيض. وبالفعل يا جماعه الخير هذا هو السر اللي كان مخبى عليكم، وفي كتير منكم ما كانش يعرف ليش قامت، هذا هو السر انه هو كان عبير راكده ويجي الذكر يكسر عليها وتقوم على البيض. فالوليه زهقت قالت انا كل شويه بده يجيني، ها بلا منه هالرقد بديش اياه. فالحمد لله طبعا لقيته بلحق في الدجاجة وبده يكسر عليها، قلت له يا مالك بسطت، طب ما هي عندك انت تقومت على البيض روح. لا المهم اخذت الدجاجة وجريت جراي واسعاف وويوي ومطافي والحقونا، وخدت البيض ونقلته على اللي هو المكان الثاني. فحنروح على الكيت نشوفها ونشوفها كم بيضة تحتيها زي المصوصة ونشوف ايش صار فيها. تمام؟ فيلا ليتس جو. حطيتوا لايك، نسيتوا تحطوا صح؟ انزل تحت حط لايك تشجيعا منك لإلنا عشان نستمر في المحتوى هذا الحلو. تمام؟ سامعين؟ سامعين؟ زورو لازم يبصم في كل فيديو. سامعين كيف؟ هذا الصوت يا جماعة الخير مش عارف إذا سامعينه ولا لأ، بأكد لك إنه هي خلاص بدها ترقد، ماك لحالها أكل بدها ترقد. تمام؟ فإحنا نقلناها في الليل طبعاً، فلقيت حدخل جوا أفرجيكم إياها، طبعاً مش عارف الصورة حتبان ولا لأ، فحنظبط هذا من تو كنا مصورين معاكم فيديو، حنظبط لها البيض لأنه قومناها معاكم عشان نشوف بيض اللي هو البط. هنظبط لها العش عشان ترقد عليه. طبعا هذه هي الدجاجة يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين او سامعين صوتها، مش عارف اذا شايفين ولا لا، هذا البيض اللي تحتيها. طبعا انا حطيتها بتضرب فيها قاعدة، هذه ام عون والعيناء اللي لما كانوا صغار. المهم حطت تحتيها كمية بيض محترمة وحلوة زي ما انتم شايفين بتركن عليه قاعدة، شايفين كيف يعني بتطرد فيا وبتعمل حركات، مش عارف اذا باينة عنكم الصورة ولا لأ، فان شاء الله تكون باينة لانه في نور غادم اكيد 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 باينة. فزي ما شايفين باينة انه هي راكنة وراكنة يعني بشكل طبيعي. فكل القصة يا جماعة الخير انه انتوا استنوا على الدجاج تبعكم، هو حيركن او حيرجن او حيرقد، بس الصبر، الصبر مفتاح الفرج. انت اصبر اعمل اللي عليك، نظف جمع البيض في مكان واحد
وان شاء الله حترقد عندك اي دجاجة، كانت كبيرة، كانت شمورتي، كانت جديدة، كانت عتيقة، كانت مقمطة بالسرير، كله حيرقد زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هاي صوتها، وهي البيض اللي تحتيها. قومي قومي قومي. طبعا نقلت يا جماعة الخير بعد ما شفت عابر بده يكسر عليها، فنقلتها في اللي هو الليل على اساس انه هي تضلها راكنة وتتعود تشم ريحة المكان، تشم ريحة المكان طول الليل للصبح عشان تضلها راقدة. مش عارف اذا انت وصلت لكم المعلومة ولا لا. فخلينا نروح نشوف الدجاج الثاني ونبعد عن المدرسة والصف هذا، مش صف ولا مدرسة ولكن في بيلعبوا. تمام، هنشوف اللي هو يا جماعة الخير الدجاج الثاني، ونشوف النورية، ونشوف نعيمة. نعيمة ها، نعيمة، نشوف نعيمة. تمام يا جماعة الخير، هذه هي نعيمة. فبسم الله ما شاء الله عليها، تحتيها كمية بيض محترمة، وأنا فحصت معاكم البيض وطلع كله في جنين. إذا أنت ما شفتش الفيديو تبع فحص اللي هو الجنين هتحصل رابط هنا، هتحصل رابط إنه أنت تفوت عليه على اللي هو فحص البيض، آخر فحص أنا سويته. تمام، طبعا هنشوف اللي هو الدجاجة الثانية. صراحة يا جماعة الخير هذه افتنكة افتنكة، كنت انا احوش فيها البيض، حطيت لها شوية عشب او قش زي ما انتم شايفين، وهذا الاشي اللي بيميزها انه هي بتضلها تعمل الصوت هذا. مش عارف، خدوا اسمعوا كيف. سامعين يا جماعة الخير، هذا الصوت بميزها انه هي بدها يعني ترقد. ثواني اظبط اللي هو بساعدها انه هي بدها ترقد. بساعدها ايش بساعدها؟ ركز يا ابو ادم، خلاص اهدي. بتتأكد انه هي هيك ركنت او رقدت او عملتها على حالها. تمام، هنشوف الثانية. طب بس هدي، هنشوف الثاني يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين. نورية ايش بدنا نحكي؟ تمام زي ما انتم شايفين. طب بدنا نشرح يعني. تمام يا جماعة الخير، راقدة على اللي هو البيض زي ما انتم شايفين. حنبقى نعملكم اللي هو فيديوهات على اللي هو الرقد هذا. حبقى هيك اجيكم في كل فيديو نطمن على الرقد، ايش صار فيه، هل فقس، هل ما فقسش، هل باضت عليه، هل ما باضتش، هل قامت، المهم ما علينا والى اخره. بفضح والله بفضح، صوتها كثير عالي والديك صار ينادي حتى. برضو الجو هنا لا هو بارد ولا هو سخن، يعني هذا احسن جو. طبعا انا ايش عامل هان، حاطط زي ما انتم شايفين شكفة قماشة من اول البيت من هنا لاخريته من غاد. تمام، فهذا بيساعد انه يكون في ظل على البيض، انه ما يصيرش فيه شمس على اساس انه البيض ما يخربش. وطبعا من فوق اللي هو الساتر تبعه، انا حاسس فيه هان يعني شوية برود، يعني مش برود كتير ولكن مناسب للرقد، فاهمين علي؟ وبرضو زي ما انتم عارفين انه انا عندي كمان شجر، الشجر بسهل او بجيب نسمات هواء وبخف الحر، فاهمين علي كيف؟ مش عارف اذا فاهمين ولا لا. فبس طبعا قد حتقولي ليش المقص يا ابو ادم، في الحلقة الجاية ان شاء الله هنطلع له الكتاكيت هذه، ولكن هنقص جناحين الدجاج او الكتاكيت الفرعوني او القبج، هنقصهم عشان ما يطيروش ويطيحوا علينا. يا حليله هذا واللي وراه، يا حليله هنقص له اياه. هنقص له الريش. فلو انتم عجبكم او الفكره عجبتكم برضو اكتبوا لي تحت
وخلينا نروح نشوف ايش نسوي في الدجاج الراقد بالنسبة للأكل. تمام تمام يا جماعة، أنا مواضيعي بتخلصش بتخلصش، لو بدي أعطس بعمل موضوع. تمام حنبدأ إن احنا نطعميهم، حنحط لهم اللي هو الأكل زي هيك وننزلهم يا جماعة الخير من اللي هو العشاشة تبعتهم، فحننزلهم عشان هم ياكلوا غصب عنهم، نزلوهم عشان ياكلوا. تمام يا جماعة، زي ما شايفين مش عارف اذا واضح عندكم ولا لا، نزلتهم عشان ياكلوا. حنزل الثانية النورية، والله لو بدي اقتلك يا شيخ، والله لو اني بدي اقتلك. زي ما شايفين يا جماعة غصب عنهم نزلوهم ياكلوا من اللي هو العلف اللي انتم حطيت لهم اياه، على اساس ان هم يعني قاعدين على البيض ومحتاجين اللي هو الاكل عشان يدفوا اللي هو البيض ويطلعوا لكم بيض، يعني غصب عنهم طلعوهم لو في كل يومين مره. تمام وبس. يعني طبعا يا جماعه الخير بعد ما هي اكلت فحتطلع على اللي هو التنكه زي ما انتم ملاحظين، او حتطلع على اللي هو العشيه، فبس هذه لسه نازله بتاكل بتاكل لسه ما خلصتش. فهي كل القصة يا جماعة الخير، فهي الثانية طلعت يا جماعة الخير على اللي هو تنكتها وبدها ترقد، طبعا كله على عينك يا تاجر. تمام فنروح نشوف الدجاجة الثانية. تمام يا جماعة الخير، بالنسبة للدجاجة هذه فهي عندها اللي هو خزانة اللي حطينا فيها الأكل الكتاكيت، وعندها اللي هو الشرب والمية، ومش محتاجة يعني الحمد لله عندها كل حاجة. تمام بس هذا فيديو تبع اليوم لهذا اليوم، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى نكون وصلنا فكرة حلوة. وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تنزل تحت زي الشاطر وتسلخ لايك، ولو أول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه الجرس الفائق أبو حزين ليصلك كل جديد. حبايبي تمرش على كل يوم من غير ابتسامة أكثر من الصلاة على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلوة هاد، بنزل من تحت الشجر قاعد وهيك وحركات وزيتون وليمون وشجر. تمام يا جماعة الخير، سلام. ايش قلت لك سلام انا؟ ايش بتساوي قاعد؟ اوعى تنسى اللايك. سلام.